إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، نحمد الله تبارك وتعالى على نعمه التي لا تحصى ومننه التي لا تعد. من أعظم هذه النعم نعمة الدين، بل هي أعظمها على الإطلاق. نعمة الدين، الإيمان، الإسلام، الطاعة. أيها الأحبة في الله، نحن مأمورون عبادة الله تبارك وتعالى، أو أن نعبد الله تبارك وتعالى طول السنة وفي كل الأيام والليالي حتى يأتينا اليقين، كما قال عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لكن من تمام نعم الله تبارك وتعالى أن جعل لنا مواسم خاصة نستكثر فيها من الطاعة ونقترب من الله تبارك وتعالى أكثر ونستغلها في العمل الصالح. لقد أظلكم شهر رمضان شهر الخيرات والبركات والنفحات، شهر الطاعات والقربات، شهر العتق من النار. ذلك الشهر الذي هو من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على أمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه. الفائز والسعيد من وفق للاستفادة من هذا الموسم العظيم، والخاسر كل الخسران من فاته هذا الخير العظيم. أيها الأحبة في الله، لم يبق من شهر رمضان إلا أيام معدودات، فما الواجب علينا وكيف نستقبل هذا الضيف العزيز والوافد الكريم؟ ما الذي نفعل وما الذي ينبغي أن نقوم به بين يدي شهر رمضان حتى يتم استغلاله أتم الاستغلال في طاعة الله تبارك وتعالى؟ أولا وقبل كل شيء،
نحمد الله تبارك وتعالى الذي بلغنا ومتعنا بالحياة حتى بلغنا هذه الأيام. نعمة عظيمة أن يمتع المسلم بحياة طويلة مع حسن العبادة. إذا أراد الله تبارك وتعالى بعبده خيرا جمع له بين طول العمر وحسن العمل، وهذه منة من الله تبارك وتعالى. أخرج الإمام ابن الجعدي في مسنده وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وأبو النعيم في الحلية من حديث عبد الله بن بسر المازني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: جاء أعرابيان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله، أي الناس خير؟ من أفضل الناس؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر: يا رسول الله، أي العمل خير؟ السؤال الأول: أي الناس خير؟ الثاني هذا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي العمل أفضل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل العمل أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. يعني حسن الخاتمة، عندما تفارق الدنيا وتحتضر تفارق الدنيا وذكرك ولسانك رطب من ذكر الله، هذا هو خير العمل. إذن أي الناس خير؟ من طال عمره وحسن عمله. لماذا؟ لأن العبد المسلم كلما طال عمره في حسن طاعة كلما زاد درجة وقرب من الله تبارك وتعالى. نعم أحبتي في الله، وهذا ما جاء في سنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان إسلامهما جميعا، أي أسلما معا، وكان أحد الرجلين أشد اجتهادا من الآخر، يعني كان أحدهما أكثر طاعة وأشد اجتهادا من الآخر. قال: ثم غزا، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، يعني الذي كان يجتهد في الطاعة ويكثر من الأعمال الصالحة وكان أشدهما طاعة وقربة، ذاك الذي غزا في سبيل الله فاستشهد في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم مكث الآخر هذا، الآخر هذا مكث بعده سنة ثم توفي. قال طلحة: رأيت في المنام بين أنا بباب الجنة إذا أنا بهما، يعني رأى رؤيا كأنه بباب الجنة وإذا هو يفاجأ باللقاء بهما، أي بالرجلين بباب الجنة. قال: فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، الرجل الذي مكث بعد هذا سنة
وتوفي فيما بعد ذاك الذي أذن له في دخول الجنة أولا. قال ثم خرج للخارج فأذن لي لمن استشهد، لذاك الآخر الذي استشهد أذن له فدخل الجنة. قال ثم رجع إلي فقال إنك لم يأني لك بعد، يعني لم يأني لك دخول الجنة بعد، لأنك لست حيا في الحياة، لست في الدنيا، لست حيا في الدنيا. هؤلاء ماتوا ودخلوا الجنة، أما أنت فلسا، ارجع ارجع من باب الجنة فإنك لم يأني لك بعد. قال فعندما أصبح طلحة بدأ يحدث الناس بهذه الرؤية العجيبة، فعجب الناس بذلك، استغربوا كيف رجل في الحياة كان أشد اجتهادا من هذا ثم استشهد في سبيل الله، وذاك كان يعمل أقل مما كان يعمل وتوفي على فراشه، ثم هذا دخل قبله الجنة، عجبا لهذا، كيف يمكن هذا؟ عجب الناس. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحدثوه الحديث صلوات ربي وسلامه عليه، فقال من أي ذلك تعجبون؟ ما العجب؟ من أي حيثية تعجبون يا جماعة؟ فقالوا يا رسول الله هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد، ودخل هذا الآخر قبله الجنة، كيف؟ هذا استشهد وكان أشد اجتهادا منه في الحياة، ثم هذا الذي توفي أخيرا دخل قبله الجنة، فكيف؟ كيف يمكن هذا؟ نعم، شدة الاجتهاد، اجتهاد في العبادة مع شهادة في سبيل الله، ثم هذا يتقدمه في الجنة، كيف يمكن هذا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم أليس مكث هذا بعده سنة؟ قالوا بلى. قال صلى الله عليه وسلم وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا سجدة في السنة؟ قالوا بلى. قال صلى الله عليه وآله وسلم فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. لاحظوا هذا، فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض، لأن هذا في سنته التي كان بعده اكتسب من الصلوات والصيام والطاعات ما تفوق على شهادة هذا وعلى شدة اجتهاده التي كانت قبل موت هذا. إذن إذا متع الله تبارك وتعالى عبده بالحياة وطال عمره في طاعة الله وحسن عمله فذلك من أفضل ما يكون ومن أفضل نعم الله على عباده. فنحمد الله تبارك وتعالى الذي متعنا بالحياة وأطال لنا العمر حتى بلغنا هذه الأيام على أبواب رمضان، ونسأله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان. فإن سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم جميعا كانوا يسألون الله تبارك وتعالى 6 أشهر قبل رمضان أن يبلغهم الله رمضان. نعم، لأن هذه فرصة عظيمة لا يوفق إلا من وفقه الله تبارك وتعالى لكل خير. فنسأله تبارك وتعالى أن يمتعنا بالحياة وأن يمتعنا بالصحة والعافية وأن يبلغنا رمضان بأمن وأمان
وسلام وإسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.